بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وهذا الدرس الأول من الوحدة الرابعة من الفصل الدراسي الثاني، وهو بعنوان كما نشاهد ونرى. عليكم أن تركزوا في هذه الصورة لأنكم أنتم من تجيبون على عنوان الدرس. من يقول منكم اسم هذا المسجد؟ هذا المسجد يا أولاد ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، فأي مسجد هذا؟ أسهل لكم المعلومة، هو في فلسطين في مدينة القدس. فما اسم هذا المسجد؟ أحسنتم الطلاب الذين أجابوا، هو المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام. لماذا هذه الصورة وما علاقتها بهذا الدرس؟ لأن اليوم عندنا نبي من الأنبياء الكرام عليهم السلام، ولد في فلسطين بجانب هذا المسجد. ندخل في الدرس. هذا رسولنا عيسى عليه السلام، كلمة الله تعالى. بعدما درسنا موسى عليه السلام كليم الله تعالى، ندرس عيسى عليه السلام كلمة الله تعالى. وما معنى كلمة الله؟ هذا ما نعرفه في هذا الدرس، فانتبهوا معنا وركزوا معنا. هذه المدرسة تشرح للتلميذات، تقول لهم أرسل الله تعالى أنبياء ورسلا كثيرين، ذكر منهم في القرآن 25، منهم خمسة من أولي العزم وهم شيخ المرسلين نوح عليه السلام، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كليم الله موسى عليه السلام، كلمة الله عيسى عليه السلام، خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن درسنا نوح عليه السلام في الفصل الدراسي الأول وإبراهيم، وفي الفصل الدراسي الثاني في الحصة السابقة في الوحدة الثالثة درسنا سيدنا موسى عليه السلام، واليوم ندرس عيسى عليه السلام كلمة الله. وطبعا نحن مع سيدنا محمد في كل وحدة نأخذ من سيرته العطرة درس أو درسين. عيسى عليه السلام، المعلومة الأولى، نعرف ولادة عيسى عليه السلام وحياته، لأن ولادته تختلف عن أي نبي أو عي وعن عي أو عن أي بشر من الإنسان. قال، يقول الله عز وجل، ونحن نسمع الإمام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا قرآن، لكن على لسان من قال هذا؟ على لسان عيسى عليه السلام. لذلك المعلمة تسأل من المتحدث في هذه الآية معلمتي؟ هذه الطالبة تسأل المعلمة، فالمعلمة تقول إنه نبينا عيسى يا مريم، عيسى عليه السلام يا مريم، وسأحكي لكم قصة ولادته. مريم ابنة عمران تربت في بيئة إيمانية، فكانت تقية تصوم النهار وتحيي الليل بالعبادة والمناجاة، وعرفت بين الناس بذلك. وكان هذا في فلسطين يا أولاد، في بيت لحم، مدينة بيت لحم، وقيل كانت تخدم في المسجد الأقصى. وفي يوم من الأيام أرسل الله إليها جبريل عليه السلام متشكلا بشكل شاب أبيض الوجه، قائلا لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طبعا هي لما رأت الملك أول مرة من أين دخل، كيف جاء، كيف نزل، خافت، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لجأت إلى الله وقالت له أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تخاف الله لا تؤذيني. قال لها هذه الآية التي أمامنا، إنما أنا رسول ربك، أنا لست شيئا يؤذيك، أنا رسول من عند الله، أنا ملك، لأهب لك غلاما زكيا، أعطيك غلام.
فزعت مريم من هول الموقف، فكيف تلد وهي لم تتزوج؟ فرد عليها جبريل عليه السلام بأنه أمر الله تعالى، وليجعله دليلا على قدرته سبحانه وتعالى. هذه المعجزة الأساسية في ولادة عيسى عليه السلام أنه ولد بدون أب. حملت مريم عليه السلام بعيسى، وأخفت حملها حتى إذا جاء وقت الولادة، أخفت حملها 9 أشهر حتى إذا جاء وقت الولادة ابتعدت عن أهلها، ذهبت بعيدا. وأوحى الله تعالى إليه أن تهز جذع النخلة لتأكل من رطبها وتشرب من نبع الماء التي وضعت حملها، حتى وضعت حملها. جلست إلى جذع نخلة، وأوحى الله إليه أن يعني تهز هذه النخلة من الجذع لتسقط عليها التمر. ولذلك نحن نرى هنا يا أحباب هذه النخلة، كما نرى هذه النخلة فيها تمر ورطب، لكن هذه معجزة أيضا. هل يستطيع إنسان أن يهز النخلة من جذعها تحت فينزل رطب؟ لا، إنما هي بس الله عز وجل قال له خذي بالأسباب وهذي النخلة بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأجرى من تحتها نبع ماء لتشرب منه. كان هذا في فلسطين يا أحباب. ثم بعد ذلك قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى بدون أب، وآدم عليه السلام بدون أب أو أم. هذا وجه الشبه بينهما. هو يقول لك اكتب وجه الشبه في خلق الله تعالى لآدم عليه السلام وولادة عيسى ابن مريم. إذن ما وجه الشبه بينهما؟ هما الاثنان يختلفان عن البشر جميعا. نعم أحسنت يا بني، فآدم عليه السلام بدون أب وأم، وعيسى عليه السلام بدون أب. أحسنتم يا شباب. المحور الثاني، بعدما عرفنا قصة ولادة عيسى عليه السلام، أستنتج مظاهر قدرة الله تعالى والإعجاز في ولادة عيسى ابن مريم عليه السلام. ولادة نبينا عيسى عليه السلام معجزة، كونه ولد من غير أب كما قلنا. إذن أول معجزات سيدنا عيسى أنه ولد بغير أب. نستمر في حياة سيدنا عيسى. تقول أم مريم: نعم يا بنتي، حينما أتت السيدة مريم قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام، وجه إليها قومها الاتهامات والتوبيخ، فكيف تلد ولم تتزوج؟ فأشارت السيدة مريم إلى رضيعها عيسى عليه السلام، فأنطقه الله تبارك وتعالى بقدرته وكان رضيعا. هل الرضيع ينطق يا أولاد؟ لا، لكن المعجزة الثانية لسيدنا عيسى عليه السلام أنه نطق وتكلم وهو رضيع. ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا الله، سبحانك يا ربي، تنطق الرضيع بقدرتك وعظمتك. عندما سمع طبعا الناس كلام سيدنا عيسى وهو في المهد تعجبوا، ومنهم من آمن ومنهم من كفر. أنطق الله تعالى عيسى عليه السلام وهو في المهد بالآيات التي قلناها. استنتج من الآيات الدالة على المفاهيم الآتية. استنتج من الآيات الكلمات الدالة على المفاهيم الآتية. نحن استمعنا إلى الآية، طيب استخرج من الآية كلمة تدل على الاعتراف بالعبودية لله رب العالمين. العبودية لله. إني عبد الله. نعم أحسنت يا بني، إني عبد الله تدل على العبودية لله رب العالمين. طيب، أرسل الله تعالى عيسى ليكون معلما للخير. ما الكلمة الدالة على تعليم عيسى عليه السلام بالخير للناس؟ وجعلني مباركا وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
وجعلني نبيا. هذه تدل على أن عيسى معلما يعلم الخير، لأن الأنبياء كلهم يعلمون الناس الخير. أحسنتم يا شباب. وآتاني الكتاب وجعلني نبيا، الاثنين يدل على معلم الخير. أحسنتم. نتحاور حول رسالة عيسى عليه السلام ومعجزاته. عرفنا حياته، ندرس رسالته ومعجزاته. بعث الله تعالى نبينا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ودعاهم إلى عبادة الله وحده. لاحظ معي أن عيسى عليه السلام ذهب إلى بني إسرائيل أيضا كما كان موسى عليه السلام. عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. وأيده تعالى بالمعجزات والعديد من المعجزات. قرأت كتابا، الطالبة تقول قرأت كتابا لقصص الأنبياء، وعرفت أن لعيسى عليه السلام معجزات عدة، منها ركز معي يا طالب إحياء الموتى. نعم، كان سيدنا عيسى يقول للميت قم بإذن الله تعالى، فيقوم الميت ويرد إلى أهله. هذه المعجزة الثالثة. الرابعة شفاء الأبرص والأكمه والأبكم. الأبرص طبعا يا أولاد اللي في وجهه جلد ينقلب لونه إلى الأبيض، والأكمه هو الذي ولد أعمى ولا يرى، والأبكم هو الذي ولد لا يتكلم. فهؤلاء يمسح عليهم عيسى عليه السلام بيده فيعودون، فيكون سببا في شفائهم بإذن الله تعالى من هذه الأمراض. المعجزة التي بعد ذلك تشكيل الطير وبعثها للحياة. يشكل الطير من الطين، يجسدها من الطين، ثم ينفخ فيها ويقول لها كوني طيرا بإذن الله، فتطير، ويرسل الله فيها الروح ويخلق ويحرك لها الأجنحة فتطير بإذن الله تعالى. هذه معجزات يا أولاد سيدنا عيسى، لأن بني إسرائيل يا أولاد كانوا قوما يعني أشداء على الأنبياء، وكانوا لا يؤمنون بسهولة. فكان سيدنا عيسى عليه السلام آخر نبي أرسل إليهم، كانت معجزاته كثيرة جدا. ولذلك عيسى عليه السلام بعده جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين للأمة جميعا وللناس كافة. المعلمة تقول نعم أحسنت، ورغم تلك المعجزات كذبوه وقالوا عنه إنه ساحر ولم يؤمن به إلا القليل. إذن بعد كل هذه المعجزات، إحياء الموتى، شفاء الأبرص والأكمه والأبكم، تشكيل الطير، الكلام في المهد، ولد من غير أب، كل ذلك، ومع ذلك بنو إسرائيل جحدوا وما آمن منهم إلا قليل بعيسى عليه السلام. ما معنى الأبرص؟ قلنا الأبرص يا أولاد معناه إيه؟ بقع بيضاء في الجلد تغير لون الجلد. الأكمه من ولد أعمى لا يرى. الأبكم عاجز عن الكلام. وهذه الأمراض يا أولاد ليس لها علاج حتى الآن، ولذلك هي معجزة، لأن قوم بني إسرائيل في هذا الوقت كانوا في مجال الطب قد بلغوا مبلغا كبيرا، ولذلك كانت معجزة سيدنا عيسى في هذه الأشياء أيضا الطب. ما هي مكيدة بني إسرائيل لعيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام؟ ماذا خططوا للتخلص من عيسى عليه السلام؟ إن الذين كفروا من بني إسرائيل دبروا مكيدة لقتل عيسى عليه السلام حقدا وحسدا منهم على نبوءته، لكن الله تعالى رفعه إليه بجسده وروحه إلى السماء، وألقى بشبهه على رجل آخر، فأخذ جنود الملك شبيهه ظانين أنه عيسى فصلبوه وقتلوه. طبعا يا أولاد دخلوا على عيسى عليه السلام في المكان الموجود فيه. أولا دخل رجل من بني إسرائيل لينظر هل عيسى موجود بالداخل أم لا، فألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه السلام على هذا الرجل الذي دخل، ورفع سيدنا عيسى بجسده وروحه إلى السماء. فدخل جنود الرومان مع بني إسرائيل المكان الذي كان موجود فيه عيسى عليه السلام، فوجدوا هذا الرجل، طبعا هو شبه عيسى عليه السلام، فظنوه عيسى فأخذوه وصلبوه وقتلوه.
لأن الله ألقى شبه عيسى عليه السلام عليهم، وهذه أيضا معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. هكذا انتهى الدرس. ما تعلمناه في هذا الدرس؟ أولا، ولادة عيسى بن مريم عليه السلام من غير أب. ثانيا، رسالة عيسى كانت لبني إسرائيل. ثالثا، معجزات عيسى عليه السلام كثيرة، منها إحياء الموتى، شفاء الأبرص والأكمه والأبكم، تشكيل الطير وبعثها للحياة. رابعا، رفع الله تعالى عيسى إلى عليه السلام إليه بجسده وروحه، وألقى الشبه على إنسان آخر. الإيمان بالمعجزات. قيمة الدرس: الإيمان بالمعجزات أو الإيمان بالأنبياء. نقوم بحل الأسئلة. ضع دائرة حول الاختيار الصحيح. ولد عيسى عليه السلام بدون أب أم 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 أب أم وأب؟ هيا أيها الطالب أجب عنها على هذا السؤال. أحسنت، ولد بدون أب. طيب، كتاب عيسى عليه السلام التوراة ولا الإنجيل ولا الصحف؟ ركز معي. أيوة أحسنت، الإنجيل هو كتاب عيسى عليه السلام. حدد من خلال الصور الآتية بعض معجزات نبينا عيسى عليه السلام. احنا قلنا معجزات سيدنا عيسى إيه؟ هل العصا؟ كان يشفي الأبرص. أحسنت، شفاء الأكمه، أولا الأعمى، نعم، ثم شفاء الأبرص، ثم إحياء الموتى. ده أعمى طبعا، ولد أعمى، وهذا أبرص، وهنا قوله تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله تعالى. أحسنتم يا شباب. انتهى الدرس يا أحباب. نسأل الله عز وجل أن نكون قد تعلمنا من هذا الدرس وفهمناه، ودائما نحب أن نراجع هذه الدروس حتى تكون المعلومات موجودة دائما. وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What?